تقدم بخلص الشكر وامتنان إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تكريفي للمعالي وزيرة الدكتور حالة زايد للسفر إلى الصين لنقل رسالة التضامن من مصر قيادة وحكومة وشعبا إلى كونغرس شعبية وفي هذا التوقيت الاستثنائي الذي نمر بها، ونتضافر الجهود المشتركة لمكافحة فيروس كورونا المستجدة. فإن الحكومة الصينية تهتم جدا بزيارة معالي وزيرة الدكتور حالة زايد إلى الصين، ونحن نعتبر هذه زيارة تضامن وتساند، وأيضا التبادل في الخبرات حول الإجراءات المتخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجدة. ونحن نعتبر هذه الزيارة ستترك أثرها جدا في التاريخ للتبادل الأودي بين كونغرس شعبية.